يعطيكم العافية ومساء الخير عليكم ومساء الخير على المشاهدين جميعا. أنا متواجدة في واجهة الرياض والناس زي ما أنتم شايفين الصورة أمامي تتحدث، كلهم محتفلين في ذكرى يوم التأسيس اللي يستذكرون فيها الأمجاد والعزة في تاريخ المملكة العربية السعودية. طبعا الأجواء كلها الناس مبتهجة ومسرورة في هذا اليوم. نشوف الأزياء للأطفال هنا موجودين معي، الأزياء النجدية، الأزياء اللي موجودة من كل منطقة من مناطق المملكة. الأطفال يبغون يقولون حاجة للوطن، الآن يبغون يقولونها. إيش تبون تقولون للوطن؟ أحب الوطن. لا، صوت أعلى. أحب